السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج عيش تشوف. في نهار تاع اليوم احنا نهضروا على واحد الموضوع شويه حساس واللي كاين بزاف الناس تتفاداه وما تحبش تهضر فيه، وهذا الموضوع هو الجهويه في الجزائر. تلاقينا مع بزاف ناس كي تبدا تهضر معهم يقولك انا نعتز باسكو جاي من منطقه فلانيه ولا من منطقه الاخرى. هذه الحاجه كما نقولوا هي اللي خلات هذه الجهويه تزيد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالنا لا عزه لنا الا بالاسلام، فاذا اعتزنا من غير الاسلام أدلنا الله. وهذه الحاجه ما تشرفناش كوننا جزائريين، الحاجه باسكو اللي تشرفنا انه نكونوا كاع متحدين وكاع متضامنين بيناتنا. من الغرب؟ من عذرا. صافي صافي. علاش دخلت؟ بالك تقصر معايا يا خو. ما غلطونتو يا خو. جاب لك تاكل دوا انت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شنعطيك؟ مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. متري الله يحفظك. اسمح لي برك، انت من الغرب؟ واه. مهراني؟ واه. من عذرا. الله يبارك. زابي زابي. انت ما مانيش غلط، بصح انا ما نحبش بني زابي. شريكي انا راني في شي وهرنا ما نحبهمش ما نبيع لك شي اخو، معليش، علاش دخلت؟ وعلا يا اخو حبيبي الله يسرك، انا خلي حامد وحده. شريكي انا ما نحبش بني زابي يا اخو، معليش دخلت، معليش دخلت، معليش دخلت. ها؟ صحاب صحرا انا ما نخدمهمش وفري ما نحبهم. تسمى انت راسيست؟ افهم كيما حبيت اخرج منها، معليش. اسمعي مدام وكيك روح. صحيت معليش اخرج. صح. خوك جزائري مسلم واش بيك ندير؟ انا فيها مشكل خو. مزابي ما نبيعلوش يا خو. يهودي هذا؟ ماشي يهودي ما نبيعلوش يا خو. ممكن عليك ربي. سبحان معليش اخرج منها. استغفر الله. من بعد انا هو ما نحبوش. نحبهم صحاب الصحراء ما نحبوش. يا خو الله يحسن عونك يا خو، تحب يقول لك يا. فيها مشكل مدام. هو كاين. نعم؟ الناس وقاسة واسية. الناس وقاسة واسية. هذوك ما نحبهم. ولا 9 شهور يا خو. كاين فرضنا. أصلا كاين فرضنا يا خو. أنا مسلم كيما أنا، تجيني هذا يا خو، كيما صافي، تما أنت شغل وشنو؟ جهوية هذيا. جهوية ما والو يا خو. يا خو عطيني الدخان هذاك اللي قلقتني يا خو، أنا نسيت كاع الحانة تخليك تدوى حدودك يدي والله يسهل. والله راه نبالك تقصر معايا يا خو. يا أخي دين النصيحة. يا سلام. دين النصيحة ولا لا؟ نعم. ما غلطتو يا خو. لا فرق بين اصفر او احمر اعجميين او عربي الا بالتقوى. ظلمتو؟ والله ظلمتو يا مقصود بدا مع لبس السيد عندك معاه. ما عندي والو معاه، مدام انت كي تشوفي باللي ظلمتو السيد انا. شو بك دخلت في الدنيا غدوة تموت سلام عليكم، ما قال لهم زابي لا قبايلي وجا نبدلك. هذا الدخان يا خو، الله يعطيك اللهم جاب لك تاكل دواء انت. ما ناكلش دواء يا خو، والله ما ناكل دواء. والله ماشي نورمال انت شريك. انا ماشي راسيس وماشي ريجوناليست، حنا انا دايرين من كاميرا كاشي اكشاي. انا حابين نشوفوا الناس كي يشوفوا كيما نقولوا انك ريجوناليزم ولا نقدروا حتى نقولوا راسيس، كيفاش راح تكون لا رياكسيون ديالها. تخاف بها. شنو الحاجه اللي خلاتك؟ كشو غادري ما فهمت، انا ما فهمت فيها. كون درت عن بالي تعرفوا صاحبك ظلمتو دعوت المظلوم، خاف على روحك انت. يفدى عليك دعوه راحت فيك يزيد فيما يقول لك. حنا نمنو حنا كاع كيما نقولوا عندنا كتاب واحد هكذايا، ونمنو بنبي واحد هكذايا. وزيد انا شغل غاتني عمري، علاش كي مزابي ما تبيعلوش؟ ولا انا خدمت ليا وكيفاش مزابي ما تبيعلوش؟ راك فاهم ما عندناش كاع مشكل، مزابي يجي يجي الله يسهل. علاش خدمنا؟ انا خدمت في الغرب، خدمت في الشرق، كنت خدمت بارتو، ما زامبي تلاقيت مع بروبليم هذا تاع راسيزم هذا يا خو. سما حنا الجزائريين كاع خاوه وكاع ما كاش فرق بيناتنا. بيان سور ما كاش فرق، وخوك خوك ماشي اللي خرج من كاس يماك، اللي يخرج من كاس يماك وما يصليش وتنصحو يلحق دي ليميت راه سمي يقول لكم بعد سي بون، صعيبك تكون خوك، خوك اللي يصلي معك في الجامع.